ما قصرت ما قصرت يا ابو عمر، ما قصرت يا شيعان، ما قصرت يا هوساوي، ما قصرت يا محمد عيد، يا محمد حسين، يا شراحيلي. لحظة للتاريخ هنا سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. مصافحة خاصة لبعض الشركة الراعية لهذا الحفل وهذا النهائي وهذه البطولة، شركة اس تي سي صالة السعودية. خلونا نسمع. دعم كبير من سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين، ليس فقط في دور الرياضة، للشركات، للرياضة السعودية، في كل المجالات ولكافة المجالات. الدعم الكبير الذي يحصل عليه كل شعب هذه البلد وشركات ودوائر حكومية ورعاية كريمة. هنا توقيع خاص على كرة المباراة، توقيع الملك الكريم الملك سلمان. بحضور الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبد الله بن مساعد، أيضا الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. هذا ماتوليني حاكم المباراة، وهنا الحاكم عبد الرحمن العمري حاكم الرابع للمباراة، الذي يعتبر تكريم له لأن يكون في هذه الموقعة، موقعة النهائي الكبير. صورة للذكرى، اسمع الصوت واسمع الكلمات. الله، حظك حظك الكل، يعني اللي قاعدين يسلمون على سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين. كل يتمنى هذه اللحظة، وكل يتمنى مصافحة هذه اليد الطيبة. حكام المساعدين، كل من علينتو ديليبارتوري وماتيو باسيري وعبد الرحمن العمري، كل واحد ماخذ كورة وميدالية وتوقيع، وما أجملها من توقيع. ذكرى للتاريخ، الأمير فيصل بن تركي الآن رئيس نادي النصر. ما قصرت يا أبو تركي على هذا التاريخ اللي بنيته، وهذا المنزل والمنزل ما قبله. صناعة 4 سنوات، هذه هدية نادي النصر. الأمير فيصل بن تركي استمرار. ما قصرت ما قصرت أبلغ. استمرار لكل العطاءات لكل الأندية بحضور سيدي صاحب سمو الملك الأمير خالد الفيصل. استشار خالد الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الجبرين في تقبيل
لكتف سيدي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان محمد عيد، واحد من الأسماء المميزة مع نادي النصر. فابيان، ميدالية الفضية للاعبي نادي النصر أدريان، موسم حافل ومميز. هذا النصر قدم الكثير صراحة على مستوى المستطيل الأخضر وعلى مستوى البطولات. الجبرين، وهنا أحمد عباس، عمر هوساوي، أرمان دويلا، عبد الله موسى، خالد الغامبي الغايب الحاضر في المباراة، أكيد كان مؤثر جدا غيابه. شوف الهلال رغم الغيابات تفوق عليها كل الصعوبات لكي يحصل على هذا اللقب الكبير، أغلى البطولات. حسين شيعان قدم مستوى كبير حقيقة عبر هذه المباراة. يحيى الشهري كان ورقة من الروابع، كان من المفترض يستعان فيها من وقت مبكر، ولكن الصورة تاريخية تتكرر دائما وتعودناها دائما من القيادة بحضورها بين أبنائها الرياضيين. الله لا يغير علينا، شايفين شايفين، هذا هو القيادة والشعب. البيت متوحد، البيت متوحد، البيت متوحد. الله لا يغير علينا، اي والله يا ابو فهد الله لا يغير علينا. ميداني، جاءت اللحظة الحاسمة للزعيم الهلال صاحب المركز الأول. مبروك والله، مبروك لهذا الرجل حقيقة. في فترة وجيزة اشتغل وعمل في صمت. مبروك يا محمد. نعم، اشتغل في صمت ونال أغلى الألقاب. اليوم بدل المكافأة الوحدة أضعاف وأضعاف اللاعبين هنا. مبروك للزعيم وللزعماء كلهم، نادي القرن الآسيوي، وكل التوفيق للهلال عبر البطولة الآسيوية يا رجال، عبر البطولة الآسيوية يا رجال، نريدها نريدها عالمية بإذن الله للهلال بعد كأس الملك وهذا الإنجاز الأول. سلمان الفرج واحد من مفاتيح المميزة. ديجاو سلامات يا معلم. يوسف السالم أحد الروابع. عبد الله الزوري مفتاح الهجمات اليسرى. هنا جحفلي وفيصل درويش، عبد الله السديري حارس الاحتياطي، كعبي، عبد العزيز الدوسري. هنا 35 شراحيلي، 35 أحمد شراحيلي البديل الذي قدم شيء كبير. الجحفلي اللي توه استلم، المنقذ المنقذ الجحفلي. أوه هذا السوبر هيرو اليوم، سوبر هيرو سالم الدوسري. تياغو نيفيز، لحظات تاريخية هلالية. كواك تاي اللي كان عليه العبء الكبير اليوم كمدافع. خالد شراحيلي، مع دونيس، دونيس كل الموجود كل يسلم على يد من؟ على يد القائد الحكيم رجل الحزم
رجل الوفاء، رجل الوطن، ونحن من خلفه كل الرجال. سلمان الحزم، الذي وضع كل شخص في حجمه ومكانته السليمة. والآن لحظة الذهب، لحظة التاريخ، هنا سلمان الحزم، لحظة التتويج مع القائد الأسطوري المميز محمد الشلهوب. تستاهل، تستاهل بالأخلاق الكبيرة. حميداني الرئيس الهلالي، ألف ألف مبروك يا زعماء، ألف ألف مبروك. ياسر القحطاني جاي من بعيد، جاي من بعيد بالإصابة، بكل الإيقافات اللي حصلت للاعبين المصابين، لم يتمالكوا أعصابهم وحبهم ووفاهم لهذا الكيان الكبير. صورة للتذكار مع سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز. الحضور سيدي صاحب سمو الملك الأمير محمد بن نايف ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. لا زالوا الهلاليين في ذكرى جميلة، وهذه أجمل الصور، أجمل الصور يا سيدي. شكرا سيدي الكريم، شكرا لمجيئك، شكرا لكل هذه الالتفاتات الجميلة، شكرا لحضورك خادم الحرمين الشريفين لمتابعة هذه المباراة والحضور بين أبنائك في جميع المناسبات الرياضية، داعما لنا كرياضيين وليست غريبة تعودناها منكم، فأنت نبض المجتمع وأنت المدرسة. نعم إنها لوحة رياضية تعطي دلالات كبيرة في قمة للترابط بين القيادة والشعب. مهما عملتم ومهما خططتم لن تصلوا لما تريدون، لأن هذا الوطن بقيادته وشعبه جسدا واحدا دائما وأبدا منذ بداية التأسيس. المملكة العربية السعودية خط أحمر. نلقاكم بإذن الله في مناسبات كروية أخرى مشاهدين الكرام عبر شاشة الرياضية السعودية. كنت معكم محمد غازي صدقة في الوصف والتعليق، ومبروك للأزرق هذه الفرحة التاريخية. يا هلال يا هلال، زعيم والله العظيم، يا هلال يا هلال، اي والله انت الزعيم وما غيرك يقبل بالصدارة. جمهورك في فترات تجرع من الكاس المرارة، ولكن اليوم انت تذيقه وتعطيه من السكر رغم النار ورغم الحرارة. اخليك مع فرحتك وجماهيرك في لقطات رائعة وخاصة. على حضوركم والله. على خير.